أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أقوم بتقسيط السيارات، كيف أخرج الزكاة لمثل هذه السيارات؟ مأجورين؟ الزكاة في قيمة السيارات وليست في السيارات أنفسها، إنها في قيمتها التي اشتريتها بها. إذا حال الحول على قيمتها فإنك تثمنها وتقومها بما تساوي عند تمام الحول، تخرج الزكاة على القيمة التي تساويها السيارة عند تمام الحول. نعم.